صباح الخير. صباح الخير يا ريس. ولا هيمه، فين ايراد الشهر ده؟ افتح الدرج هتلاقي عندك في اول تقاطع على ايدك اليمين. اول تقاطع على ايد اليمين؟ ناقص تقول لي ده عند ميدان المكتب يعني. انا عارف بقى. ايه ده ايه ده؟ يا استاذ دوله شكلك مش مبسوط. مش مبسوط يا استاذ دوله؟ شكلك مش مبسوط. اه طبعا مش مبسوط. انتوا بتسهبلوا؟ يعني ايه 600 جنيه ايراد الشهر ده؟ هم دول بقى اول عن اخر. وبعدين بقى كل سنه وانت طيب، ده النهارده اول مايو. اول مايو وفرحان قوي؟ ماله اول مايو؟ العيد القومي لانخفاض ايراد المطاعم يعني ولا ايه؟ لا يا استاذ دوله، اول مايو ده يعني الصيف، ولما الصيف بيجي الناس بتحتش اكتر، فيروح تقعد تشرب اكتر. هي دي النظريه يعني. دي نظريه هبله. يعني معنى كلامك ان انا المطعم ده احوله محل عصير في الصيف واجي احوله المطعم في الشتاء، مش كده ولا ايه؟ يا عم احنا مالنا، المهم ان احنا خدنا مرتباتنا. اه طبعا خدتوا مرتباتكم. وانا 600 جنيه دول هعمل بيهم ايه؟ دول ما يكفوش 10 ايام في اول الشهر حتى. 600 جنيه ما يكفوش 10 ايام في اول الشهر حتى؟ الله، انت بتودي الفلوس دي فين؟ بتودي الفلوس دي فين؟ بلعب بيهم قمار. انت مالك؟ انت مالك؟ ما انتوا طبعا قاعدين بتاكلوا في قتة محلو، انتوا بتاكلوا الشغل يا دي توهو يا دي. سيب الطعمية اللي في ايدك دي يالا. يا استاذ دول لو في حد بيرضى يجي ياكل الاكل ده، ما في زبون جه حتى قال لنا صباح الخير. صباح الخير. اهو اهو زبون ده ولا مش زبون؟ وقال صباح الخير ولا ما قالش صباح الخير؟ صباح النور، اهلا وسهلا، تحت امرك. عندكم سندوتشات فول وطعميه؟ طبعا عندنا سندوتشات فول وطعميه بكل الاحجام وبكل المقاسات وبكل الكميات. تطلب قد ايه؟ اديني ربع رغيف فول وربع رغيف طعميه. ربع رغيف فول وربع رغيف طعميه بس؟ معلش اصل عامل دايت. عامل دايت؟ يا عيني يا دايت يا عيني. طب ما اقول لي هات له احسن. تسمح تقول لي 600 جنيه دول هيكفوا ايه ولا ايه الشهر ده؟ اشرح لي يا استاذ. سناء انت اخر واحده تتكلمي في البيت ده، انت بالذات عندك دفتر حاطه فيه 10000 جنيه ما بتطلعيش منه، ما اللي بتصرفيه في البيت؟ لا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، ده عشان جهازها لما يجي لها عريس. عريس؟ دي بنت دي ديل عريس؟ احنا كده بقى ضمننا ان الدفتر ده هيبقى فاضي على طول كده مش هيتفتح. طب شوف انا عايزه اعرف، الايراد الشهر اللي فات كان 1500 جنيه، الشهر ده بقى 600 جنيه، انا عايزه اعرف سبب انهيار الدخل القومي الميتافيزيقي الاسري للبيت ده. معلش يا ابي بقى، هي المطاعم كده زي الدنيا، حبه فوق وحبه تحت. حبه فوق وحبه تحت؟ ده كده مش زي الدنيا، كده زي احمد عدويه. انا عايزكم تفكروا معايا بشكل عملي يا جماعه، الفلوس دي هتقضينا ازاي لغايه اخر الشهر؟ طول عمرك حكيم يا بابا، هو ده الكلام. يا سلام، طول عمرك حكيم يا بابا. اتفرجي بقى على الحكيم ده لما يبقى مفلس. بيبي انا ماليش دعوه، انا عايزه 150 جنيه ثمن الدروس الخصوصيه بتاعت ياسمين، و100 جنيه مصروفي الشخصي اليدوي. مفيش مصاريف شخصيه، حسوا بيها يا جماعه، حسوا ان انا معيش ولا مليم دلوقتي، مفيش غير 600 جنيه دول لاخر شهر، تقولي مصاريف شخصيه. وانا ما اقدرش استغنى حتى عن 200 جنيه من مرتبي، انا محتاجه مرتبي كله، انا في عريس هيجي يتقدمني ومحتاجه انزل شيء طعم جديد. يا سلام، عريس جاي يتقدم لك؟ طب ما تطلعي فلوس من اللي معاك، مش انت عامله الدفتر ده مخصوص عشان لو عريس يتقدم لك. واعمل حسابك على 300 جنيه لحمه وخضار طول الشهر. ماما الشهر ده ان شاء الله مفيش لحمه خالص، وبالنسبه للخضار مفيش خضار خالص. بالنسبه للاكل بقى انا هجيب لكم سندوتشات من المطعم اهو، يبقى برضو نفعنا المطعم اللي ما بيشتغلش ده. الله الله الله، يعني هنفضل طول الوقت بناكل ديليفري يعني تيك اواي؟ ايوه تيك اواي، وبلاش فقر وعنطزه يا حماتي. ابي عادل لو سمحت، انت لازم تعمل حسابي في 100 جنيه علشان لازم اغير الهارد بتاع اللاب بتاعي. كلمه زياده اللاب ده نفسه هيتباع، ما تحسوا بيا يا جماعه، حسوا بيا امال. يا موكوس يا موكوس، ما انت لو متوظف وظيفه حكوميه كده زيي كان زمان ليك مرتب شهري ثابت والدخل بتاع المطعم، كنت زمانك بتحوشه. يا سلام يا مدبره، وانا يعني كنت لقيت وظيفه وقلت لا؟ خلاص مالكش حجه، مالكش حجه. الحكومه اهي عامله مسابقه للوظائف الحكوميه، والعنوان اهو ونمره التليفون اهي، روح قدم، روح قدم واعمل حاجه عدله في حياتك. امسك. والله اقدم؟ ما اقدمش ليه؟ بس يعني معقوله بالسهوله دي هيقبلوني؟ يا بيبي ما تقولش كده، هم هيلاقوا احسن منك. هو انا رايح اخطب الحكومه يا رانيا؟ وعلى راي الشاعر ان فتك الميري اتمرغ في ترابه. ده شاعر من القوه العامله ده ولا ايه؟ حد عايز قهوه، شاي، بسكوت؟ طب بنظام بقى في الطابور منك ليه؟ انا مش عارف هيبقوا موظفين ازاي دول. الطابور يا عم بقى. صباح الخير حضرتك، ده الدوسيه بتاعي وفي كل الاوراق المطلوبه. ايه ده ايه ده؟ ازاي يا استاذ تتجاهل الطابور ده كله وتجيني كده فورا؟ حضرتك يعني انا قلت خير البر عاجله يعني. لك نفسي تتريق وانت عاطل؟
يا عاطل. وحضرتك بتذلني يعني عشان انا عاطل؟ يعني مش ذنب حضرتك ان انا عاطل يعني؟ امشي امشي يا ابني، امشي هناك يا اخي طابور، يلا مع زملائك يلا. طيب حاضر، ما تزقش حاضر حاضر. يا نهار طابور، ايه ده كله؟ رايح فين؟ ده مكاني، وقف ورايا. مكانك ايه يا جد؟ انا قلت جاي اتقدم لحفيدك ولا حاجه. حفيد مين؟ انا جاي اقدم لنفسي. انت اسمك ايه؟ اسمي عادل سعيد حضرتك. وحضرتك؟ انا بهجت الاباصيري. بهجت الاباصيري؟ يا دفعه مرسي الزناتي بتوع مدرسه المشاغبين. حضرتك لسه بتخرج من المدرسه ولا ايه؟ لا انا اتخرجت من زمان قوي، بس نفسي اتوظف بقى عشان اكون مستقبل. مستقبل مين يا عم؟ انت هتكذب. ومين يا سيدي؟ الله، برضو ختم النسر مش باين على شهاده التخرج. تروح الجامعه تجيب شهاده معتمده من الجامعه وشهاده من اتنين موظفين بان الشهاده دي بتاعتك. اتفضل وابقى تعال لي بعدين. يلا. استغفر الله العظيم يا رب. يا فندم ده رابع مره اجي لحضرتك بالورق بتاعي وتقول لي الشهاده مش بتاعتي، اعمل ايه عشان تصدقني يعني؟ اتفضل احلف له انا عشان يصدقك. طيب لما تديني. ماله ده حاج بهجت؟ اسكت اسكت خالص، شكا شكور ده راجل رخم وغلس. اسالني انا. طبعا اسالك انت، بقالك 20 سنه بتقدم، اكيد بتقدم في الوظيفه قبل ما هو يتوظف اساسا. يعجبني فيك اصرارك وتمسكك بالوظيفه يا عم بهجت. ربنا يخليك ويكرمك يا سعاده البيت. يا سلام، هو قال لك كلمتين حلوين فرحت بيهم، ما انت بقالك 20 سنه بتسمعهم. اسكت انت، مالكش دعوه بهجت. روح انت يا عم باجه وباسال عن النتيجه بعدين. ربنا يخليك. اي أيوة والله ربنا يخليك. اتفضل حضرتك مع تحياتي. ايه ده ايه ده بني ادم انت؟ انت مقدم الدوسيه ده علشان وظيفه عند خطيبتك؟ حضرتك يعني عشان القلوب يعني؟ لا حضرتك، ده تعبيرا مني وحبا مني للوظيفه ان شاء الله. انت تهزر يا فندي؟ لا حضرتك ما هزرش، انا اسف جدا. يخرب بيتك، انا كان لازم اسمع كلامك واخد الدوسيه. يلا يا فندي يلا، روح اشتري دوسيه تاني وتعالى لي. اتفضل. طب حضرتك يعني بص، ممكن ادي حضرتك فلوس بتاع الدوسيه؟ امشي يلا، امشي ورا، جيب دوسيه تاني وتعالى لي يلا. حاضر، لازم اسمع كلام حضرتك طبعا، حبا في الوظيفه. ماشي، كل يهون عشان الوظيفه. يا سلام يا رانيا على سهولة تقديم الورق. أنا مش عارف بس مين اللي مطلع إشاعة إن مصر فيها روتين، معقولة؟ يا بيبي يعني أنت متأكد ومركز إن أنت مقدم الوظيفة دي في مصر القاهرة؟ طبعاً يا حبيبتي في مصر. أمال يعني هحترف برا؟ يا على السهولة والسلاسة والبساطة في تقديم الورق. يا سلام، احكي لي يا عادل، احكي لي كل شوق وعنين إني أعرف إيه اللي حصل معاك. عارفة في موظف هناك هو اللي استقبلني، يعني اسمه الأستاذ شاكر. صراحة الراجل ده يعني ذوق بشكل عجيب، يعني لدرجة عارفة الدوسيه بتاعي كان مقطع، راح هو بنفسه قام وراح اشترى دوسيه جديد على حسابي. لا والله للدرجة دي؟ ده راجل طيب موت يجنن. لا يعني صراحة بجد راجل ذوق جدا. وبعدين لا زحمة بقى ولا توابير ولا بهجة الأباصيري ولا أي. إيه إيه إيه، مين بهجة الأباصيري ده بقى؟ ده شاب صغير أصغر مني كمان، يعني كان رايح يقدم ورقه. بجد الناس اتعاملوا معاه بسهولة وببساطة من أول مرة كده، يعني أنا مش عايز أتكلم زيادة عشان ما أحسدهمش يعني. يا بيبي سيبك أنت، بكرة إن شاء الله تبقى موظف قد الدنيا كده وترد لهم كلهم الجميل لما تتوظف معاهم. ياه، أنا نفسي بقى أتوظف عشان أرد لهم الجميل. عادل، هو كان في سؤال كده يعني في خيالي وذاكرتي ومشاعري إن أنا أسأله لك إن شاء الله كده بكرة لما تبقى موظف كبير وتيجي وبتاع، هجيب لمراتك إيه؟ رانيا يا حبيبتي طبعاً وأنا راجع بقى من الوظيفة إن شاء الله هتلاقيني راجع شايل في إيدي بطيخة وفي الإيد التانية جورنال. جنب البطيخة كده الكيس اللي على جنب الصغير اللي فيه حلبة صغيرة قد كده، يبقى فيها مثلاً خاتم ذهب، سلسلة ذهب، عقدة ذهب، كوليه ذهب. لا 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 لا، المرتب خلص من عند البطيخة أساساً. كوليه ذهب، سلسلة ذهب، إيه يا ماما؟ يا سلام، ده حلم الوظيفة، ده حلم جميل وكبير وعظيم يا عادل. ادعي لي انت بس ربنا يكرم الاسبوع اللي جاي يبقى اسمي نازل في الكشوفات ان شاء الله، مربوطة على الدرجة التالتة والناس درجات ومرشح اخد التاسعة. أيوة. غير العلاوات معرفش، لا كده ولا كده.